المكونات عندنا بطاطس، ملح، فلفل أسود، ورشة زيت زيتون، صلصة تشيلي، بهارات كيجن، بصلة، لحم مفروم، طماطم معلبة مطحونة، فاصولية سوداء، وإذا ما لقيتوا الحمرة ذرة، فلفل رومي ملون، معجون طماطم 3 حبات، هالبينو للتزيين، دب الجبن، 3 ملاعق طحين مع 3 ملاعق زبدة مع كوب كريمة نادك وجبنة موزاريلا نادك وكوب حليب من نادك وملعقة كبيرة من جبنة شيدر من نادك.